موضوعنا اليوم يهم السيدات الحوامل، خصوصا لما يروحوا للمستشفى وقت الولادة الطبيعية فجأة تتحول في نفس اليوم إلى ولادة قيصرية بحجة أنه نبض الجنين ضعيف. قبل طبعا ما نتكلم في هذا الموضوع بتفاصيل أكثر ونتأكد هل فعلا أنه نبض الجنين هذا صار عليه شيء أو تغير وضعه فبالتالي تحولت إلى ولادة قيصرية أو أنه في أسباب ثانية، عموما حتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر ينضم معنا من استديوهاتنا في جدة الدكتور محمد إدريس طبيب نساء ولادة. أهلا وسهلا بك دكتور محمد، نورتنا. يا أهلا وسهلا فيكم وجميع المشاهدين ونوركم، الله يديكم العافية. الله يسلمك ويبارك فيك. يمكن المقدمة شوية تكون قاسية لكن فعليا دكتور خلينا نتكلم بصراحة، هل ممكن تتحول الولادات الطبيعية فجأة إلى ولادة قيصرية في يوم الولادة بدون ما الأم تكون عارفة وش الأسباب؟ صحيح، أول شيء الموضوع جدا مهم وجدا توقيته ممتاز، لأنه كثير الآن في الترند حق التحول من الولادة الطبيعية أنه تصير الولادة القيصرية هي السائدة، وهذا شيء يضر على صحة المرأة. نعم. مستقبلا سواء كان في الحمل والولادة الجايين أو هي حياتها اليومية في مستقبل عمرها إن شاء الله. جواب لسؤالك، إيوه كثير أحيانا بنضطر طبيا أننا نحول الولادة من ولادة طبيعية إلى قيصرية لأي طارئ زي ما هنذكر خلال حلقتنا، لكن لابد من السيدة أنها تعرف الأسباب وتتابعنا الآن عشان تعرف إيش الأسباب الطبية اللي تخلينا فعلا نقول تم تحويل الولادة من طبيعية إلى قيصرية بناء على داعي طبي، مش والله استعجال أو ما في داعي كان إلا مثلا أسباب لا تستوجب تصير هذه الولادة قيصرية. نعم. طيب دكتور، بما أنك ذكرت هذه الأسباب الطبية واللي ممكن أنها يعني تخلي الطبيب يقرر أنها تكون ولادة قيصرية، إيش هذه الأسباب؟ وهل يعني هل هذه الأسباب ممكن أنه ما يكون لها مخرج إلا هذا الحل، أو ما لها حل إلا حل أنه الدكتور يقرر ويتخذ القرار الثاني؟ والله شوفي، أول شيء خلينا نصنف العمليات القيصرية أنه عندنا عمليات قيصرية مجدولة وعمليات قيصرية طارئة. العمليات المجدولة هي العمليات اللي بتكون لها موعد محدد، أوريدي السيدة بتتابع مع طبيب معين واكتشفنا سبب يخلينا نولد قيصري مش طبيعي، فبالتالي الطبيب بيحدد تحاليل معينة، بيحدد إجراءات محددة قبل العملية، تجي المريضة تتنوم في يوم معين وهي عارفة أنها حتولد قيصري، فبالتالي ما في أي تعرض لآلام طلق أو ولادة طبيعية أو أي شيء من هذه الأشياء. أنا فاهم أنك بتفكري إيش الأسباب، حقول لك إياها. الأسباب عادة بتكون المشيمة هي قبل البيبي، الطبيعي أنه يكون البيبي نازل بعدين المشيمة بتنزل، أحيانا بيكون العكس بتكون المشيمة أول بعدين البيبي، فهذا هنا تتعارض الولادة الطبيعية مع هذا الوضع من الولادة. برضو وضعية الجنين لو كان معترض أو مقلوب منفضل أنها تكون ولادة قيصرية عن أنها طبيعية عشان نبعد عن خطر نولد جسم البيبي وبعدين الرأس يكون معزوب داخل البطن وما نقدر نولده، بالتالي يكون في خطر على الجنين، نولد قيصري أفضل. التوائم أحيانا نفضل أنها تكون عملية قيصرية. حجم البيبي الكبير لمريضة بكرية فبالتالي بنروح عملية قيصرية. أحيانا سكر الحمل أو تسمم الحمل بنروح لعمليات قيصرية. هذه كلها لو اكتشفت قبل أو وجود بعض الأمراض اللي تستدعي وجود العملية القيصرية حنروح لعملية قيصرية مجدولة. لكن أغلب السيدات بتكون حامل وبتتابع أمورها طبيعية مع الطبيب وكل شيء تمام، لما تروح المستشفى هي بتبدأ تدخل في البروسيس حق الولادة. فترة من الفترات تفاجأ أنه الدكتور بيقول لها لا إحنا والله نبض البيبي خاف زي ما ذكرته في المقدمة أو حصل طارئ، منروح عملية قيصرية. عندنا إشكاليتين. عامل الوقت في هذه المرحلة بيكون جدا مهم. صح لازم الطبيب يشرح للمريضة، لكن برضو لازم المريضة تتعاون مع الطبيب انها تفهم السيتويشن بشكل سريع. الشيء الثاني مهم انه المريضه تتاكد انه فعلا هذا الشيء زي ما تفضلتي ما له مخرج غير القيصريه. من هذه الاسباب عندنا ممكن لما تتفك مويه البيبي حق او يسموها الاسم الدارج حقها مويه الراس حق البيبي، بتنزل المويه، احيانا بينزل الحبل
السري قبل الجنين، فبالتالي بيصير عندنا كورد برولابس اللي هو نزول الحبل السري، هذه لازم قيصرية عاجلة. نزول أحد أعضاء الجنين قبل رأس البيبي، يده، رجله، الكتف، هذه كلها نروح لعملية قيصرية. طلب نبض الجنين ونزوله وحصول أنه تصير الموية حقت البيبي معكرة، ما هي موية شفافة صافية، برضو نروح عملية قيصرية. ارتفاع الضغط للأم أو حصول مشكلة لدى الأم أو أي حاجة في علاماتها الحيوية أو وظائف الكبد أو الكلى، ممكن نروح لعملية قيصرية. طبعا جواب لسؤالك هل في مخرج، يعتمد حسب إحنا فين وصلنا في الولادة. هل إحنا لازلنا في البدايات 1 سنتي 2 سنتي لازم نوصل لعشرة سنتي من التوسع، أو إحنا في العشرة سنتي ممكن نستخدم شفط أو الفاكيوم أو الفورسيبس اللي هي نخرج البيبي بعوامل مساعدة أو لا. إذا كنا لا والله بعيدين حنروح للقيصرية، إذا كنا لا والله ممكن منطقة زي ما نقول الجراي زون، المنطقة الرمادية، ممكن نروح لأننا نطلع البيبي. لكن للأسف يوجد الكثير من العمليات خاصة في السنتين الأخيرة، نفاجأ أنه السيدة عملت قيصري بس ما يعرف إيش السبب. نعم. طب هنا ايش السبب دكتور؟ هل السبب انه والله في بعض الاطباء حابين يعني ينجزوا زي ما يقولوا كذا، انه يلا اكبر عدد من الولادات واخلصوا كذا، ولا ايش السبب؟ او انه لازم السيد اصلا تسال او ياخذوا موافقتها المستشفى قبل ما هم يدخلوها للسيزيريان؟ اي اجراء طبي لابد من موافقه المريض عليه، حتى بعض الاجراءات الطبيعيه لابد من موافقه المريض. بل حتى احنا درسنا في كليات الطب انك لما تفحصي نبض او الضغط للمريض لازم تاخذي موافقته عليه، سواء شفهيا او كتابيا. لكن خلينا نتكلم كده بشفافيه معاكي. احيانا الطبيب يحب الشيء المريح، لانه العمليه القيصريه مريحه للطبيب ومتعبة للمريضة. دائما أقول إنه العملية القيصرية يبدأ ألمها مع نهاية الولادة، أما الولادة الطبيعية ينتهي الألم مع الولادة. وجود عملية قيصرية وشق في البطن وطبقات البطن والعضلات يأثر على مستقبل السيدة في الحمل القادم وفي حياتها اليومية أولا. فهذا السبب الأول. السبب الثاني، الولادة الطبيعية ممكن تستمر إلى 10-15 ساعة. لسه ما فتح، بدأ يفتح 1 سنتي 4 سنتي 5 سنتي، نستنى يلا يقعد الدكتور ملازم للمريضة up to 10-12 hours. لكن القيصرية خلاص احنا عارفين، تعالي اليوم الفلاني تدخل العمليات خلال 40 دقيقة نص ساعة وإحنا مخلصين. السبب الآخر عدم الوعي أو الوعي الزايد بالنسبة للبيشنت، المرضى. أحيانا المريض يكون أي حاجة بتصير يحمل الطبيب المسؤولية. لازم نفرق أنه هناك مضاعفات طبية وفي أخطاء طبية. التفرقة بين الاثنين عند الناس صارت صعبة أو ما هم مستوعبينها بالشكل اللي لازم يكون طبيا، فيقوم الطبيب تجنبا لهذا الموضوع يأخذ الطريقة الأسهل اللي هو ما في المنطقة الرمادية زي ما ذكرت. أي جراي زون حيروح قيصري لسبب عدم التعاون الكامل من المريضة وأهلها والكلام هذا. فبالتالي صار عندنا الويندو حقت وجود عملية قيصرية أو محاولة الولادة الطبيعية مع وجود بعض المخاطر البسيطة قليلة جدا أو صغيرة جدا. مثال، لما بيتخفض نبض الجنين وهو محور حلقتنا اليوم، احنا احيانا انخفاض نبض الجنين بيكون لسبب انه البيبي نايم، فنقدر ننتظر إلى 40-50 دقيقة بعدها نتخذ إجراء. لكن بعض العوائل أو السيدات الحوامل بيحاولوا يوتروا الطبيب، دكتور النبض خف، الصوت مو زي أول، دكتور أنت المسؤول، دكتور على مسؤوليتك، ترى لو صار شيء. ما بيدوا الدكتور مساحة إنه والله يعني مع بعض نتعاون نشوف حل. فبالتالي نلاقي عملية قيصرية، لما نفتح العملية القيصرية ونطلع البيبي نلقى ما في سبب
أدى لنبض الجنين أنه ينزل إلا والله أنه البيبي ينخفض نشاطه نتيجة نوم الجنين. صح في أحيانا يكون الانخفاض نتيجة مرضية أو نتيجة خلل أو مشكلة لازم ننقذ البيبي، بس برضو إحنا أي إجراء طبي بنعمله هو نتيجة دراسات استمرت لسنين وتجارب اتعملت لسنين وخلصنا إلى آلية معينة، هذه هي الآلية المتبعة في الولادة. أكيد لازم الأم تكون واثقة أساسا من اختيارها للطبيب في الأول والأخير، هذه صحتها وصحة الجنين أو صحة الطفل، ويعني إحنا كده نتمنى السلامة طالما يعني في نهاية اليوم كان الطفل والأم بسلامة وصحة، وهذا هو أهم شيء. شكرا لك دكتور محمد إدريس طبيب نساء وولادة، شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير نرجع لكم.